بسم الله الرحمن الرحيم. تكملت المثال، عفوا يعني تكملت شرح الطريقة. راح ناخذ هذا المثال عندنا. هذا المثال هو transportation problem تم حلها بطريقة vocal approximation method. راح نحاول نفحص الاوبتيماليتي مالته بواسطة الام او دي اي اللي هي modified distribution method. نشوف الجدول الاول. الجدول الاول هاي قيم الكوست مالت المتغيرات كلها مال الحقول كلها. بعد ان تم الحل، بعد ان تم الحل مالتنا، الجدول الثاني بين الحل النهائي. طبعا هنا هي البروبلم مالتنا متوازنه، حيث السيمويشن مالت السبلاي يساوي السيمويشن الديماند ويساوي 13,500. نشوف الحل مالتنا، طلعت الزيت مقدارها 42,000، هاي أقل تكلفة لمسألة التنقل. المتغيرات عندنا البيسك دخلت بالحل، المتغير الـ X11 الـ X12 X21 X23 X24 X31 والنون بيسك فاريبلز اللي أخذت أصفار X13 X14 X22 X32 X33 X34. هاي المتغيرات هنا البيسك من حسبناها طلعت لنا أحسن تكلفة 42,000. راح أطبق طريقة الأوبتيماليتي تيست على ما أتأكد هل بالفعل أحسن حل هو 42,000 أو لا. أجي هنا مثل ما قلنا بالخطوة الأولى، إيش راح نحسب؟ راح نحسب نستخدم السي اي جي على مود نلقي السي اي والفي جي لإلمن للبيسك فاريبلز اللي موجودات وين؟ بالاكيوبايت سيلز، بالخلايا المجهولة اللي بيها ارقام. راح نجي هسه، راح اختار من عندي انا السي 1 يساوي لي صفر. قاعدة احسب، نرجع لي ورا، لو نرجع لي ورا هسه مرة ثانية اشوف اني راح ابدي باول خلية اللي هي اكس 11، فاعتيادي الكوست مالت هي سي 11 مقدارها 3 الكوست. سي 1 ما يساوي لي 3. من اريد اطبق هنا المعادله سي اي جي يساوي لي يو اي زائد في جي، راح اقول 3 يساوي لي يو 1 في 1. ال 1 الاولى اخذتها من السي 1 هنا، مو سي 11، ال 1 الاولى راحت لليو، وال 1 الثانيه مالت الاندكس راحت للفي. عوضت اليو 1 صفر، اذا الفي 1 ايش قد راح يطلع لي؟ مقدارها 3. نفس العملية هسه راح أبدي أطبقها عليهم كلهم. سي 12 تساوي لي شقد؟ 2. أرجع سي 12 هياتها اللي هي اكس 12، نشوف هنا مقدار الكوست مالتها 2، مقدار الكوست مالتها هياتها 2. أرجع إذا شو أقول؟ أقول سي 12 تساوي لي 2، إذا 2 تساوي لي يو 1 زائد في 2. اليو 1 منين أخذنا ال 1؟ أخذناه من الإندكس مالت الاي سي اي جي، الجي هنا 2 فاقول في 2. اليو 1 هنا هم تساوي للصفر، اذا 2 يساوي صفر زائد في 2، اذا في 2 ايش قد تطلع؟ 2. نفس العمليه تطبقها للبقيه. طبعا الاوراق اللي دزيت لكم اياها انا حلتها بيدي كلها، وتقدرون انتم تحلوها وتتاكدون. اذا لقينا القيم مال في 1 في 2 يو 2 في 3 في 4 يو 3 ويو 1 اساسا احنا فارضيها صفر. هذه القيم هسه كلها بيش راح شنو راح استفاد من عندها؟ راح استفاد عن بيها هنا، راح احاول القي الاوبورتونيتي كوست للنون بيسك فاريبلز، راح احسبهم. نفس العمليه عندنا السي اي جي بار يساوي لي يو اي زائد الفي جي. الاولى اللي هو سي 1 3، سي 1 3 خلينا نشوف سي 1 3 هياتها اللي كوست مالته 7 والمقدار مالته 0 اللي هو نون بيسك، فراح الكوست مالته 7، فراح اجي هسه احسب له اليو 1 والفي 3 انا مطلعتهن من السلايد اللي قبله. اليو 1 فرضناه 0 والفي 3 يساوي لي ماينس 2، اعوضهن تطلع لي سي 1 3 تطلع لي تساوي لي ناقص 2. نفس العملية سي 1 4، اليو 1 0
والفي 4 لو ارجع للسلايد هنا الفي 4 ماينص 1 اعوضهن يطلع لي السي 14 بار يطلع لي ناقص 1 اكمل العمليه تطلع لي القيم مالتهن كلهن. مجموعه السلايدات الجايه راح القي الدي اي جي واكمل الحل. شكرا جزيلا.